مرحبا بكم. المارلين الأزرق الأطلسي نوع من الأسماك الكبيرة جدا. هذا المخلوق المهيب يعيش في المياه المعتدلة والاستوائية في المحيط الأطلسي والهند والمحيط الهادئ. أسماك المارلين الزرقاء الأطلسية من الأسماك التي تحب السباحة على سطح الماء أو الغوص إلى أعماق كبيرة أثناء عملية البحث عن غذائها. سمكة مارلين الزرقاء هي سمكة جميلة لافذة المظهر، تعد من أكبر الأسماك المارلين في المحيط الأطلسي وواحدة من أكبر الأسماك في العالم. ويمكن للإناث، والتي هي في الواقع أكبر بكثير من الذكور، النمو إلى طول 4 أمتار بوزن 900 كيلوغراما. تقضي أسماك المارلين الزرقاء معظم حياتها في عرض البحر بالقرب من السطح حيث المياه الدافئة، وهي أسماك كثيرة الترحال، قد تسافر وتتبع تيارات المحيط الدافئة لمئات والآلاف الكيلومترات. ويشمل نظام المارلين الغذاء على مجموعة متنوعة من الأسماك كالتونة والمكاريل، وقد تغوص أحيانا لتتغدى على الحبار. وتعد المارلين من بين أسرع الأسماك في المحيط الأطلسي، تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، كما يساعدها رمحها الممتد في مهاجمة أسراب الأسماك الكثيفة التي تجرحها ثم تعود لتتغدى عليها. تعيش أسماك المارلين الأصلية في المياه الاستوائية والمعتدلة من المحيط الأطلسي والهادي والهندي، وتعد سمكة المارلين الزرقاء الأكثر تميزاً، وتظهر السمكة باللون الأزرق في الأعلى والأبيض الذهبي في الأسفل، كما تميزها زعنفة ظهرية بارزة فوق الرأس وفك علوي طويل على شكل رمح. وتعتبر سمكة المارلين مشهورة بعراكها ومراوتها عندما تعلق بخطاف الصيد، وتعتبر هذه الأسماك النادرة الغاية الأزمة لدى رياضة الصيد البحرية، كما تعتبر لحومها شهية جدا خاصة في اليابان، حيث يتم تقديمها في طبق الساشيمي المشهور. وإن لم تكن السمكة مهددة بخطر الانقراض حاليا، إلا أن البعض يشعر بالقلق جراء صيدها الكثيف خاصة في مناطق المحيط الأطلسي. وأخيرا، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي تصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وهذا يعتبر تشجيعا لنا.